في وقته. معنا عضو مجلس الجالية التونسية بقطر ومسؤول اللجنة الرياضية صديقنا أيمن سيسيس. باخير ونهارك زين. صباح النور عفاف وصباح النور على مستمعين ديوان فام ومرحبا بكم. يعيشك أيمن، مرحبا. خليني أنا وجهت لك تحية الشكر على الفيسبوك وأيضا من خلال ديوان فام، نحب نجدد شكري شي يكون من نصيبه. المغرب تقول من نصيبي، مواقع مصرية تقول أنه جاي لتونس، في تونس برشا مواقع قالت أنه جاي لتونس. المعلومات الصحيحة والرسمية مازالت ماهيش دارجة. شفنا صور ربما تشير إلى عملية تفكيك متاع الاستاد هذا، ما نعرفوش علاش، ولكن توا باش ناخذوا من عندك الصحيح الكل. هات نبداو ناخذوا فكره على الملعب هذايا 974، كيما نعرفوا هي تشير للترقيم الدولي لقطر 974، كي تجي باش تتصل باي رقم في قطر، ولكن هو متكون من الحاويات. زيد اعطيني بعض الارقام والمعطيات. الفكرة هي جات كونه قطر تحب ياسر تعطي اهتمام للتنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي فما سيرتيفيكات تعطى اسمها سيرتيفيكات جيساس، يحبوا يا الملاعب ولا المنشآت الرياضية تكون نستعملوا فيها دي ماتريو ريسيكلابل ولا دي ماتريو ديجا هما معناها ريسيكلي. الفكره جات من غادي، الحاويات هذه الناس كلنا نعرفوا اللي تجي حاويات وتترمى، خصوصا كونه البلاد كانت محلوله على مصراعيها في مشاريع، واحنا نعرفوا اللي قطر ماهيش بلد مصنع، بلد مورد. قالت ان نستعمل الحاويات هذه ونبني بهم ملعب. الملعب هذا هو اول ملعب من نوعه يطل بكامله، يطل على 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 البحر. دونك المنطقه اللي فيها الملعب منطقه يعني نقولوا واحد ساحليه، نقولوا سياحيه. باش نبع انت هكا شفت معناها اللي هو فما شط، فما شط زاد مهيئ باش الناس تمشي وتعوم فيه. وباش نبع ونحكيو هوني على الكورنيش اللي عاش برشا فعاليات وعملوا فيه برشا تظاهرات وكان قبلت مئات الالاف من الزوار. أكيد أكيد، هو الكورنيش، كورنيش الدوحة هو شريان حركة المرور في الأيام العادية. فالدوحة خير تتسكر 18 كيلومتر باش تعمل ما بين الفعالية والفعالية فعالية، باش الجماهير الكل تمشي وتعمل. البارح ما نعرفش كان تبعتوش السوشيال ميديا، الأوركسترا القطرية معناها خرجت ومشيت عملت عرض أون بيبليك، معناها حطوا ستيج وعملوا عرض وسط في قلب الكورنيش، معناها اوبرا خرجت وعملت عرض غادي. نرجعوا للملعب، الحقيقه معناها احنا كتوانسه مقيمين ولا كهكا نقولوا جهات شبه رسميه ولا مجتمع مدني، يغيظنا كي نقضوا ونقوموا نلقاو الدنيا قامت ما قعدت في تونس على استاد باش يتنحى. اولا استاد تصاور اللي هبطوا، خلينا نعلق عليها. نفهموا شنو ما تصاور، هو منشأة رياضية. أي هو منشأة رياضية، نقولوا منشأة رياضية في كأس العالم يعني تابع فيفا، معناها فما دي لوجو وفما تصاور وفما فما حاجات مربوطين بكأس العالم. هو قطر توا لوسيز ناوية تعمل حفلة، أكبر حفل للبوظة باش يجيوا فيه أكثر من فنان عربي باش يحضر. ما تنجمش أنت تدخل للمنشأة هذيك وهي ديجا ما زالت تحت قيد الفيفا. أي. وهي باللابياج نتاع المونديال وباللابياج نتاع الفيفا. أي برافو برافو. دونك البارح مشاو، نادي تعرف الناس هوني هاك جيت وشفتهم. الدوحه ما فيهاش ليل، ديما ليل ونهار ديما الناس تخدم. خرجوا لي تاور كرين الصغار نتاعهم ومشاو قاعدين ينحيو فيك في لابياج. هذه كونسير نوت تصاور، احنا خذيناها وديفلوبينا وبدينا تصاور والاستاد باش يتنحى ونحكيو على قريبا نقولوا في الطريق سيي ماني اي لا انا سمعت اصلا في صفاقس وفما شكون قال لك لا تنجيبوا عنا المرسى والاخر قال لك هو راهو المعلومه ايمن، فقط حتى بين قوسين نوضحوا باش ما نظلموش برشا زميلنا على الاقل كريم مقني. المعلومه وانه باش يجي لصفاقس كان صرح بها وزير الشباب والرياضه وقت الكوباراب، معني ماهيش معلومه جات هكاك. هو الدوسي هذا ما نحن في تونس الحقيقه ما له لازمه، زعام برشا نخدموا باي حدث. الطلب نتاع تونس اللي توجهت به وزاره الشباب والرياضه للجهات القطريه باش تتحصل على الملعب، والله العظيم كان يشوفوه الناس معناه لا يفتقر الى ابجديات مطلب عادي.
اي بالله زيد احكي لي عليها النقطه هذيا يا ايمن، لانه انا قبيله قلت لي الدوسي نتاعنا مشي فارغ، المفروض دوسي كيفاش يتقدم؟ واعطيني مقارنه بين دول اخرى حتى من غير ما نسميو الدول، الملفات نتاعها كيفاش تقدمت وشنو اقترحت؟ والله هو معناه باش نقول لك انا طلعت على دوسي دوله اخرى نكذب عليك، اما دبوشة وراي من الجاليات سواء المغربيه مثلا ولا جاليات اخرى عربيه موجوده هوني كانت تطمع كونه هو باش تاخذ الاستاد هذايا، نجم نقول لك راهو فما ناس مثلا حافظت على نفس الاسم. فما ناس قالت ابني وهو بيدو بنفس الكاباسيتي ويكون فيه استغلال، معناها قطر كي تجي باش تعطيه ما يمشيش ان دون 100% على قد ما هو قطر عنده صندوق قطر للرياضه الاستثمار كان ينجم يكون هو مشروع تحت قطر للرياضه الاستثمار الرياضي هذا ويخدم في تونس، مداخيل رياضيه تمشي للصندوق واي مداخيل غير الرياضه مثلا حفله ولا حكايه تمشي للبلد اللي خذاه. احنا مشينا قدمنا ورقه وبعثناها وقلنا راهو احنا طالبين بكم عندكم استاذ باش تعطيوه، اجا وعطيوه هون مسيه هكاك معناها مسيبه معناها فهمت. هذه الاولى. الثانيه فما معناها خدمه يلزمها تتعمل على نيفو دوله ونيفو بوليتيك ونيفو وعلاقات دبلوماسيه وعلاقات بيان سور باش نجموا احنا نوصل ساعه نفكروا. اما انت دوله احنا توا معناها عندنا 40,000 تونسي عايشين في الدوحه عندنا عام توا من غير سفير من غير لا سفير لا قنصل والناس تحكي على استاد اللي هي مصيبه كبيره مصيبه كبيره. هو توانا كي نحكي على ما فماش سفير في قطر يقولوا لي يا اخي كان قطر ايطاليا ما فيهاش سفير دراوين ما فماش سفير، ولكن هوني نحكيو على عام تاع مونديال، عام اللي دوله باش تستقبل فيه من الجاليه التونسيه عشرات الالاف، المفروض وانه تكون الدبلوماسيه نتاعنا كامله وجاهزه للتنسيق وللاحاطه حتى بالتوانسه اللي تنقلت واللي مشيت واللي حضرت. غريب جدا وانه ما يكونش عندنا سفير في فتره كما هذه حساسه جدا. انت عفيفك جيت وشفت معنا بعيني كما جيناش احنا مجتمع مدني عملنا على قوه المجتمع المدني أي. صدقني لا ينجم يخرج جمهورنا التونسي بهيك الصوره اللي خرج بها. أكيد. خاطر الدولة غابت تماما، وزارة الشباب والرياضة طلبناها باش تعاوننا في تذاكر ما عملت حتى شيء، قلنا لهم جيبوا لنا دربوات أموا كل تونسي يبدا يمشي في الشارع يهز دربوه ينور بلاده يبدا أحمر وأبيض محلينا في الشارع كلنا نحتلوها هكاكا ما سمعنا حد، وزارة الخارجية كيف كيف، الجامعة خلي وسكت، دونك ما ثم حتى إطار من الأطر أحضر باش يدفع منتخب جمهور، تكروا أنت توا باش يحضروا هذوما كله يتلموا باش ينجموا يجيبوا استاد لتونس ونزيدك زياده استادات راهو الكل استادات اللي موجودين الكل قطر انت كيما جيتوا الناس الكل وشفتوا وتبعتوا في التلفاز تعبت برشا بلاد اكثر من 20 سنه وهي تبني في روحها وتحضر ماهيش باش تجي هنا بناني استاد معناها تنحيه وتمشي ترميه تحطه في بلاد اخرى يعني المفروض فما كونت بارتي فما علاش اي فما علاش احنا انا واحد من الناس اللي خدمت حصل لي شرف خدمت على ملعب لوسيل وهو اكزيكوسيون معناها قاعدين يبنيو فيها هكاكا وما بعد ملعب لوسيل، ملعب لوسيل باش يقعد هو نفسه ملعب الفينال هذاك باش يقعد الكركات برا هذاك هو نفسه الفساد ومن الداخل باش يتنحاو الكريس ويتعمل فيه ريامي نجمو. معناها كي نسمعوا راهو استادات باش يتم التبرع بها لا الكاباسيتي نتاع الاستاد باش تنقص للشطر باش يعطيه كراسي ينجموا يبنوا فيها استاد بك الكاباسيتي هذيك. خاطر قطر عندها ارث قطوة بعد 20 سنة نحب واحد كي يجي قطر يتعدى من الغادي يقول ايه هو ذاك راه معناها ايمن فسر لي وضح لي ايمن معناها هوني مش باش يمشي استاد لحتى بلاد في الاخر معناها لا مش باش يمشي حتى بلاد واو نزيدك زياده الناس اللي تسمع فينا تنجم توا بتليفونها تدخل جريده الوطن توا تلقى اول ارتيكل هابط العنوان واضح هاي للمشاريع والارض حول مصير استاد 974 سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وانشاء مرافق تطل على الواجهه المائيه تعود بالنفع على ابناء المجتمع. افرقوا الحظبه يا جماعه افرقوا الحظبه هكا للاسف واضح واضح دونك يمكن باش يتم تفريق الكراسي يمكن ينجموا يعطيو كراسي الكراسي ومش الكل مش الكل مش
الكل الكراسي مش الكل، خاطر انت احنا نحكي باش نعملوا واجهات بحريه طبعا بيت لازمها تقعد. وانت جيت وشفت قداش يحبوا معناها الجو يكون فاميليال واجتماعي. دونك ينجم يعمل جرادا كما اللي عامل في قطارة، ينجم يعمل جرادا كما اللي عامل في سوق واقف. فهمت مبليك العباد تمشي وتقعد والصغار تلعب مع التمشيط المتوفر غادي. فهمت ممكن به واضح، وصلت الصورة، وصلوا التفاصيل. عموما نأكدوا مرة أخرى وأنه اللجنة العليا للمشاريع والإرث اللي صرحت بها والمصير استاد 974 وأنه سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية في قطر بطبيعة تعود بالنفع على أبناء المجتمع القطري وعلى الزائرين. فما إمكانية وأنه بعض الكراسي يمكن يقدموها لدول أخرى، ولكن فكرة وأنه استاد 974 الكل ممكن باش يتنقل وباش يتعطى لدولة أخرى، هذه حسب المصادر اللي عنا الكل مبدئيا ما فماش منها، ويمكن تم التراجع عليها، كانت فكرة وتم التراجع عليها لأنه في الأخر كما قلت أنت أيمن هي اسمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، دوك الإرث متاع كل شيء وإرث كيما متاع المونديال مفروض أنه يقعد لأصحابه. إذا هو أي أي دونك هو شوف احنا جست نحبوا نعطيو حاجه راهو الدوله هوني خدمت على ما قبل كاس العالم ووقت كاس العالم وقاعده تخدم توا على ما بعد كاس العالم. ما بعد كاس العالم راهو ارث هذاك تحب تستحفظ عليه وتحب تقعد تخدم به حتى سياحيا. اللي نطلبوه من الصحفيين التوانسه واللي نطلبوه من الناس اللي في تونس ترويه شويه نركزوا شويه ناخذ المعلومه من مصدرها، ماهيش معناها نصيحه جايبين معناها احنا ما اوني با اون تران دانفونتي يعني يقول لك هو والله انا ساعات يا ايمن نجم نتفهم لانه فما صحف كبيره عربيه ورياضيه مختصه هي بيدها اللي تروج في في هالاخبار. قدر قطر حتى سمعين احنا تو في الكواليس اللي هي تحب تستضيف الاولمبياد نتاع 2030 دونك الناس هذه اللي قاعده تروج الحاجه هذه باش يقول لك هي عندها استادات وحاضره تو وعندها مرافق وقت اللي يروجوا الحاجات كيف ما كيف يقول لك لا هاي استادات باش تتبرع بهم. فهمت دونك فما هكا وهكا معنا. شكرا لك ايمن سيسي عضو مجلس الجاليه تونسيه بقطر ومسؤول اللجنه الرياضيه. احنا باش نقعدوا في متابعه ان شاء الله وباش تكون لنا عوده اخرى لهذا الموضوع. يعطيك الصحه الناس اللي يسمعوا فينا تنجموا تزيدوا تدخلوا وتفرجوا في الحوار هذا لانه عندنا برشا صور وفيديو حصري فيه كل التفاصيل نتاع الملعب من الداخل حاجه ممتازه. مره اخرى نذكركم انه حسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث حول مصير ملعب 974 سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية تعود بالنفع على أبناء المجتمع في قطر. دونك هذه المعلومات المتوفرة عنا حاليا. في وقته نحب نقول ألف مبروك للشيف أيمن السمودي اللي فاز بلقب توب شيف. قولوا له ألف ألف مبروك، ثلاثة شهور من التعب. وشكرا خولة تويتي اللي ذكرتني احنا مبرمجين باش نهنيوه، ولكن ميساج نهنيوه من أول الحلقة. وتحية للناس كل تبعوا فينا على لايف ستريمينج على شين يوتيوب امتاعنا، احنا ديما في تفاعل معاكم مع لي كومنتير امتاعكم. ما نعرفش مازال عندنا وقت لتقرا ولا تلوح، ما عادش عندنا وقت. إيمان غادي من غادي دونك اليوم باش نحكيو في مواضيع مهمة، خليكم معانا كيما قلت لكم من بعد شوية بعد الأخبار وبعد سعدي الزيداني اللي يجيكم مع العشرة ودرج باش نرجعوا لكل التفاصيل حول هذا الفيروس اللي قاعد يدور حول النزلات الحادة متاع البرد اللي عايشينها برشا ناس وتغضنوا. منين تتلفت راهو تلقى عبيد مرضى تكلموا بالتليفون وإلا تلقى على الفيسبوك على الفيلد أكتواليتي متاعك شنو اللي صاير بالضبط، شنو هالفيروس هذيك، كيفاش يلزمنا نتوقعوا، باش ناخذوا كل التفاصيل من بعد وباش نحكيوا على جريمة